قوارب الموت الحاملة لمئات الحالمين بالثراء والحياة الرغدة من تونس نحو إيطاليا تتصدر المشهد العالمي منذ سنوات، وتمثل ملفا سياسيا حارقا. لكن التاريخ وثق موجة هجرة عكسية لجأ من خلالها الإيطاليون إلى الأراضي التونسية هربا من جحيم الفقر والبطالة في بلادهم. منذ أقدم أطوار التاريخ وحتى منتصف القرن العشرين شكلت تونس بلدا جاذبا للمهاجرين خصوصا من إيطاليا. في عام 1541 عرفت تونس أول موجات الهجرة الجماعية الإيطالية في العصر الحديث. أقام الجنويون مستوطنة دائمة بالجزيرة الواقعة قبالة مدينة طبرقة. تكونت هذه المستعمرة عندما حصلت عائلتا لوموليني وجيرمالدي الجنوبيتان على موافقة ملك إسبانيا شارل الخامس لإنشاء مستوطنة جنوية دائمة بتونس استمرت نحو قرنين كاملين. في القرن السابع عشر استقبلت تونس دفعات متتالية من المهاجرين اليهود الوافدين من مدينة ليفورنو الإيطالية، فأثرياء التجار أصيلي جنوة ومنطقة توسكان وقدماء الأسرى الإيطاليين فضلوهم أيضا الاستقرار بتونس، واستطاع بعضهم الوصول لمراتب عالية في السلطة مثل الكونت الإيطالي جوزيبي رافو من عام 1795 إلى عام 1862 الذي أسند له أحمد باي إدارة الشؤون الخارجية للإيالة. وفي منتصف القرن التاسع عشر عرفت تونس موجة جديدة من المهاجرين الإيطاليين أغلبهم من الصقليين الفقراء. لجأوا لتونس بحثا عن موطن مشابه لبلادهم يضمن لهم ظروفا حياتية أفضل، وهربا من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها إيطاليا حينها. بعد دخول الاستعمار الفرنسي عرفت تونس موجات هجرة من جنوب إيطاليا. بلغ عدد الإيطاليين في تونس 10,000 إيطالي سنة 1881. ازداد عددهم بعد اتفاقية فرنسا وإيطاليا في عام 1896. بداية القرن العشرين بلغ عدد الإيطاليين 100,000. 70% منهم كانوا عمالا كادحين يشتغلون في البناء والزراعة. اشتغلوا أيضا في التجارة والطب. كانوا يتعرضون لمعاملة سيئة من الفرنسيين. تعرضوا لمضايقات وتهجير. اتهمتهم فرنسا بالمشاركة في الحركة الفاشية. بعد موجة التجنيس إلى الفرنسية تراجع عددهم إلى 94,000 مهاجر. في أغسطس من عام 1947 نقلت جريدة تونسية وصول مهاجرين إيطاليين غير شرعيين إلى تونس بحثا عن الخبز والحرية. قال أحدهم: نحن نموت من الجوع في صقلية ونفضل الموت على العودة. هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية كانت بمثابة النكبة على الجالية الإيطالية المقيمة بتونس، حيث قررت سلطات الحماية بداية من عام 1943 طرد الآلاف من الإيطاليين ممن اتهموا بالتعاون مع المحور، وأغلقت كل مدارسهم وتم إيقاف جرائدهم ومنعهم من مباشرة كثير من الأنشطة المهنية والوظائف الإدارية.